مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. انا ان شاء الله نقدمكم واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. كلشي يعني المربين ديال الارانب كيبحثوا على هذه الفكره هذه، وهي سبب اقتتال الارانب فيما بينها. يعني شحال من خطره كنوضوا في الصباح، اغلبيه كنوضوا في الصباح كنلقاو شي واحد يعني قاتل واحد، ماشي قضيه انه مات بوحدو، وانما كنلقاو الدم، يعني كنلقاو واحد قتل واحد. كنقولوا شنو هو السبب؟ والسبب راه يعني في الحلقه هذه غادي نجيب لكم واحد السبب اللي هو غريب، وفي نفس الوقت ما عارفينوش بزاف ديال يعني الغالبيه ديال المربين. كاين السبب المباشر وهو الذكوره بعضياتهم، هذيك ملي كيكونوا الذكوره بعضياتهم او الاناث، يعني ماشي خواتات، يعني حطيتيهم في كاج واحد مباشره راهم كيتقاتلوا بعضياتهم، وكي واحد كيقتل واحد. الذكوره او يعني النتوات اللي ماشي خواتات، الا حطيتيهم في جهه واحده كيتقاتلوا بعضياتهم. السبب اللي غنهضر عليه هذا النهار هذا اللي هو يعني حصري حقيقه، اول مره غادي نهضر عليه، وهو القمره. حنا كنقولوا القمره، الناس اللي دايرهم في واحد نقولوا السطح ولا في شي مكان يعني كي من نور السماء، حنا كنقولوا من نور السماء. اذا كانوا بالليل يعني مغطيهم بالليل عفوا بالنهار من الشمس، ولكن بالليل كيفتح عليهم يعني وكتضرب فيهم القمره. القمره وهي القمر، ملي كيكون القمر يعني ملي كيضرب فيهم راه هو عباره عن واحد الحراره كتكون عندهم، والمربي ما عايقش بها، تما كيوليو كيتقاتلوا بعضياتهم، لان ديك القمره كتضايقهم. يعني هما خصهم الظلمه، يعني باش ينعسوا خصهم الظلمه، ما يمكنش تبقى نتايا بحال اللي كتعذبهم. الا نقولوا بالنهار فايقين وبالليل فايقين، ما يمكنش الانسان الا مشيتي ما نعستيش غير واحد الليله، الغد ليه كتصبح دقدق ما نيرفي ما عارفش راسك اسمو خاصك اشنو خاص. وهو بعدهم على القمره، يعني خاصهم كيما كيتغطاو بالنهار في النهار يعني من الشمس، كذلك العشيه خصهم يتدرقوا من القمره، ما خصهمش يعني تقول وصافي راه غير الليل هذا ما غاديش يتاثروا، خليهم يتبردوا شي شويه، يعني نفتح عليهم خليهم يتبردوا شي شويه. راه هذيك القمره حنا كنقولوا القمره، انا ما عارفش يعني الناس ممكن شنو كيسميوها في مدن اخرى، ولكن هي القمر في الليل، القمر يعني الضوء ديالو راه كيأثر على الارانب وكيخليهم يتقاتلوا مع بعضياتهم. علاش؟ لانهم كيتنيرفاو ملي كيضرب فيهم هذاك القمر، كان الشمس راها ضاربه فيهم وراهم باغيين ينعسوا وما قادرينش ينعسوا، حتى كيوليو منيرفين. يعني هذه المعلومه راه جديده، راه اول مره غادي نقولها، ولكن راها بالتجربه. يعني اذا مشيتي تا لقيتي الارانب ديالك جوج تقاتلوا بدون اي سبب، يعني هما خوت، يعني ماشي جبتي كل واحد من 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 جهه، اكثريه في النتوات. وثاني القضيه ديال الذكور، يعني ما حطيتيش جوج ذكور، يعني ما كاينش السبب علاش غادي تقاتلوا وكيتقاتلوا لك. يعني في وسط الكاج كيتقاتلوا، واحد كتلقى واحد ميت، ولكن بطريقه يعني واحد كلا الاخر، يعني ماشي مات غير نقولوا موتة ديال الله، ولا مثلا كرشو، ولا تنفخت له كرشو، ولا سالوا الماء من نيفو، ولا المهم الامراض اللي معروفه، ممكن انه يكون تسمم دموي، ولا حنا جيتي ولقيتي واحد كلا واحد، يعني بقى كياكل فيه حتى قتلو. كون متاكد ان هذه القضيه ديال القمره، حاولوا انكم تغطيوهم حتى بالليل، ماشي غير بالنهار. يعني بالنهار كتقولوا حكا راه كاين الشمس راه هي اللي كتاثر عليهم، لا، حتى القمره ديال الليل يعني ديك الضوء ديالها راه هو عباره عن حراره، راها كتاثر. راه شحال الناس اللي القدامى راهم كيهضروا على هذا الموضوع ديال راه ممكن انها تضربك القمره للراس، يعني ممكن انك تنعس مثلا فوق السطح وتقول صافي راني مبرد، ولكن ملي كنوض في الصباح كتلقى راسك كيضرك وما عرفت مالك، ويعني ممكن انها توصل لك للشقيقه، الله يستر. يعني الشقيقه راه ماشي كتجي غير من الشمس، راه كتجي حتى من الضوء ديال القمر. الضوء ديال القمر راه كيتعتبر حتى هو الشمس، يعني كيتعتبر عنده حراره ديالو، وحتى هو كيتاثر، واخا غير ضوء
يعني كتقولوا بلي لا راه كاينه الظلمه، راه الضوء ديالو راه كيأثر على الجلد وكيأثر على الجسم سواء الانسان او الحيوان. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، ما تنساوناش بجرجان. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، والناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الى اللقاء في الحلقه المقبله.